الغاز في الشرقيه. خلينا ناخد اتصال هاتفي الدكتور اسامه عبد القادر، منسق مؤسسه حياه كريمه بالحسينيه في الشرقيه. النهارده عايز اقول لكم دخلوا الغاز في قريه المناجاه الكبرى في الشرقيه. دكتور اسامه مساء الخير يا فندم. مساء النور، تحياتي لحضرتك والمشاهد الكريم يا استاذ. اهلا بيك يا فندم، قل لي ماذا فعلتم في قريه المناجاه؟ احنا الحمد لله النهارده يعني يعتبر يوم مميز في تاريخ مؤسسه حياه كريمه في الشرقيه. احنا طبعا عندنا مركز حسينيه في 41 قريه، هدفهم الاساسي ان هم ياخدوا خدمات متعدده ومتميزه زي الغاز الطبيعي. احنا عندنا ان شاء الله 41 مشروع غاز طبيعي، يعني مطابق عدد القرى اللي موجودين في المبادره. احنا عندنا النهارده في قريه المناجاه النهارده تم اطلاق اول شعله غاز طبيعي لاول وحده سكنيه بقريه المناجاه. طبعا ده كان يعني ده للمركز كله يا فندم ولا قريه واحده من المركز؟ هو يا فندم ده قريه واحده من المركز والباقي تباعا، يعني احنا تمام. ما هو طالما دخلت خلاص انت كده هتبدا تجري فيهم كلهم. بالظبط، عشان كده النهارده يا فندم بدات في مناشدات بقى ان الاهالي تبدا تروح تتعاقد وتشترك في مشروع الغاز الطبيعي. تمام، الاهالي بتروح تتعاقد وبتدفع انت وصلت الغاز الطبيعي، هو بيدفع زيه زي بقيه البيوت، ولكن انا عارف ان انتم مسهلينها بشكل مختلف تماما على الاهالي في المراكز والقرى بشكل مختلف. بتعملوا ايه علشان تسهلوا عليهم تمن هذا التعاقد؟ هي طبعا وزاره البترول في التعاون مع مؤسسه حياه كريمه اطلقت مبادره ان هي برضو تخفف التكلفه بتاعه التعاقد. بمعنى النهارده المواطن بيروح يتعاقد بيدفع 30 جنيه شهريا لمده 6 سنين من غير فوائد. 30 جنيه شهريا. كويس، يعني ثمن اقل من ثمن الانبوبه، ربع ثمن الانبوبه، انبوبه البوتاجاز. بالظبط يا فندم، بالظبط، اقل من ربع ثمن انبوبه البوتاجاز على طول كده يعني. على طول. انبوبه البوتاجاز واصله 100 واحيانا في الشتاء بتوصل ل 120 جنيه في المناطق دي، فبالتالي انت دخول الغاز ويدفع 30 جنيه كل شهر، فده بالنسبه له شيء يعني اسهل كثيرا ويسهل له حياته بشكل كتير جدا. بالظبط يا فندم. طيب انا عايز اسال حضرتك، في كم قريه اخرى في الشرقيه دخل لهم الغاز؟ احنا عندنا بنتكلم على ال 41 قريه الخاصين بمبادره مؤسسه حياه كريمه. احنا عندنا بالفعل في حوالي 10 مشاريع او 10 قرى انتهوا الغاز خلاص بيبدا يتوصل لهم، والباقي شغالين في اعمال الحفر وتوصيل الاسطوانات الاساسيه تحت الارض اللي هي البنيه الاساسيه، بحيث تبدا تشتغل على طول تتربط على المحطه يعني. ده شيء جميل جدا، ونتمنى لكم التوفيق. دكتور أسامة عبد القادر، منسق مؤسسة حياة كريمة في الحسينية بالشرقية.